فلاديمير بيتكوفيتش هو المدرب الجديد للمنتخب الجزائري. المدرب السويسري سيخلف ابن البلد الجزائري جمال بالماضي في قيادة الخضر بعد هزيمتهم وإقصائهم في كأس إفريقيا بساحل العاج. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن أن بيتكوفيتش سيصل هذا الأسبوع للجزائر. هو من أصول بوسنية كرواتية يبلغ من العمر 60 عاماً، أشرف على فريق لاتسيو الإيطالي من 2012 إلى 2014 وحقق معه كأس إيطاليا في 2013، ثم انتقل لتدريب المنتخب السويسري بين 2014 و 2021 وقاد سويسرا إلى ربع نهائي كأس أوروبا في 2020. كمل المشوار في فرنسا بتدريب نادي بوردو الفرنسي عام 2021، لكنه طرد في فبراير 2022 نظراً لتراجع مركز الفريق في الدوري الفرنسي الممتاز. تدريبه للجزائر سيكون أول تجربة له مع فريق من القارة السمراء.